أزمة غاز الطهي في مدينة غزة وشمال القطاع تفاقمت منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وبالتالي أصبح الفلسطينيون هنا لا يحصلون على أي كيلو واحد من الغاز الذي يستخدم في الإيقاد، لذلك أصبح الحطب والبلاستيك وكذلك الأقمشة بديل أساسي عن غاز الطهي في المدينة المنكوبة. هذا احنا مش حل، عيشه مش عيشه اللي عايشينها، يعني احنا يعني قاعدين بنولع نار في بيت الدرج، في غرفه، في حاجه. المره صار معها ازمه، انا صار معي ازمه، الولد الصغير اتضايق، الطفل اتضايق، المره الكبيره المريضه اتضايقت، الراجل الكبير اتضايق من دخله النار. هذا مش حل، احنا بدنا يا عمي بكفي، شوفونا احنا قاعدين بنذبح وبنموت على البطيء يا عمي. بطلنا نقدر نشتري حطب، صرنا نقيد على الخبز القراقيش الناشف نرميه في النار عشان نسخن الريف. لكن هو 19 سنة على العلب والمعلبات، ما متنا، مات الناس كلها، ما حمساك وهم وكل عيا ومرض ومن جميع. ما ضلش والله يا عمي. بقوا في الأول الناس يستخدموا الغاز ومبسوطين وبقت حياة منيحة. اليوم صاروا يجيبوا الحطب ويستخدموه في الشقق في المطابخ، يعني الناس غصب عنها بتاخذ الحطب، مش انه مبسوطه تاخذ الحطب، لانه فيش بديل غير الحطب. والناس بتروح بتجيب الحطب هذا اللي جرف، اللي جرفوه اليهود من وراء اليهود، بتروح واغلبيه اللي راحوا استشهدوا لانه مخاطره عليهم اجابه الحطب. والحطب اليوم يعني رخيص، هو مش غالي، بس الناس وضعها الماده صعب. صعب لانه فيش شغل عند الناس وفيش عمل. اليوم الحطب يعني من شيكل لشيكل ونص. مش زي الجنوب، الجنوب الحطب غادي بستة شيكل، بأربع شيكل، بخمسة شيكل، لكن مع إنه بشيكل ونص، لكن الناس مش كلها بتقدر تجيبه، يعني بيجوا ناس الله يعلم بحالهم. أزمات متتالية منذ أكثر من 10 شهور من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعيشها الفلسطينيون هنا، على أمل أن تنتهي ويلات هذه الحرب الإسرائيلية في القريب العاجل. تامر دلول، قناة الغد، مدينة غزة.